نبدأ النشرة من الشأن المحلي، حيث وقعت بورصة البحرين اتفاقية مع شركة مباشر يتم بموجبها الترخيص للشركة للبدء في تقديم خدماتها كصانع سوق في بورصة البحرين. هذا وقد وقع الاتفاقية كل من الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين والمهندس محمد البلاع رئيس مجلس إدارة مباشر. ومن المؤمل أن تساهم الاتفاقية في زيادة عمق السوق وتعزيز نشاط حركة التداول نظرا للخبرة الواسعة التي تتمتع بها مباشر والشبكة المتنوعة من المكاتب وقائمة العملاء المميزة الذين تقدم خدماتها لهم، ما يجعلها واحدة من كبرى شركات الوساطة في المنطقة. وقد كان الاستكمال كافة المتطلبات التشريعية والتقنية والفنية وفق المعايير الدولية المعتمدة أكبر الأثر في تواجد أكثر من صانع سوق في البورصة خلال فترة وجيزة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين. مرحبا بك معنا في النشرة الاقتصادية، وبداية لماذا تم اختيار شركة مباشر عن غيرها من شركات الوساطة وصناع السوق؟ أولا أشكر تلفزيون البحرين وخصوصا القائمين على النشرة الاقتصادية على هذا اللقاء، وهو بالطبع وما تم اختيار مباشر اكثر من ان مباشر كان بامكانها استقبال المتطلبات والتشريعات القانونيه المطلوبه لتقديم هذه الخدمه. وطبعا استرشدنا في المعايير العالميه في هذا الخصوص، ووجود صانعين سوق في بورصه البحرين راح يساهم في تنشيط حركه التداول، وايضا بالتاكيد راح يصب في صالح المستثمرين من حيث تحسين كفاءه الخدمات المقدمه. نعم. والاستمرار في تحسينها. نعم الشيخ خليفه، ما هي تفاصيل الخدمات التي ستقدمها مباشر في البورصه وكيف ستسهم في تعزيز حركه التداول كما ذكرت؟ هي خدمه صانع السوق هو توفير السيوله سواء في البيع او في الشراء. طبعا له فوائد عده، الاساس يكون فيها توفير السيوله، والهدف الثاني منها انه ما يكون لمضاربين السوق، يقلل تاثير مضاربين السوق على حركه الاسهم. نعم. ويكون ارتفاع وهبوط الاسهم بشكل مناسب للسوق. نعم الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، شكرا جزيلا لك. عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة العمل الأولى حول مرئيات القطاع الخاص تجاه الخدمات التي تقدمها الغرفة وما يمكن تقديمه من حلول لمجتمع الأعمال في المستقبل المنظور. وقد شارك في ورشة العمل ممثلون عن 16 قطاعا أبرزها الخدمات الطبية والمصارف والتأمين وتجارة التجزئة، إضافة إلى الأغذية والسياحة والعقار والنقل والصناعة، إلى جانب التدريب والتعليم والموارد البشرية وتقنية المعلومات والمجوهرات. وقد استعرض المشاركون في ورشة العمل المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص والمعالجات المناسبة لها حسب القطاعات التجارية المكونة للقطاع الخاص. وتأتي هذه الورشة في إطار توجه الغرفة نحو تعزيز التواصل مع الأعضاء في مختلف القطاعات التجارية لرسم وتحديد توجيهات الغرفة أو توجهات الغرفة المستقبلية. احنا من بداية 2017 بآلية جديدة للتعاون مع الأعضاء، بدأنا باللقاء التشاوري الأول في مبنى غرفة يعني في مبنى التجار، وكانت من نتائج وتوصيات يعني من نتائج توصيات اللقاء التشاوري الأول رغبة الأعضاء في عقد لقاءات مفتوحة مع الأعضاء. فتأتي ورشة العمل الأولى هذه تلبية لرغبات الأعضاء أولا، ولكن أيضا لرغبات مجلس الإدارة في التعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه مختلف القطاعات في الغرفة من خلال أسلوب نوعا ما مختلف من خلال اللقاء المباشر. هذه اللقاء أنا أشوفه لقاء وايد مهم، لأنه يسمح حق التاجر البحريني أنه يقدر يوصل المعوقات أو المرئيات اللي عنده يبي يوصلها إلى أعضاء مجلس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهم عليهم أن يحللون الأشياء اللي إحنا نقدر نقدمها ويقدرون عن طريقها أن يوصلونها إلى الجهات المختصة.
والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.